الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بوفيات الحجاج المصريين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 259 مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى. وتقارير أمريكية تشير إلى أن تل أبيب تستعد لحرب مدمرة ضد حزب الله، وبلينكن يدعو للتهدئة وتجنب المزيد من التصعيد في لبنان. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم السيدات والسادة، نحييكم وإلى تفاصيل النشرة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المتوفيين وتقديم كافة التسهيلات في هذا الشأن. وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف. أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا أكد فيه على فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المصريين المتوفين إلى الأراضي المقدسة بعيدا عن الأطر النظامية. وأكد مدبولي أنه سوف يتم توقيع أشد العقوبات على كل من يخالف القانون ويتسبب بوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية بأنه اتصالا بجهودها لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق عمل متعددة أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية ومع بعثة الحج الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج. وأضافت الخارجية المصرية أنه في هذا السياق تقوم فرق عمل القنصلية بإجراء زيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المصريين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم. استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، وذلك في اليوم 259 للعدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا وقد أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق غزة، وفي المناطق الشمالية لمخيم النصيرات ومناطق شرق مدينة دير البلح وبلدة المصدر ومخيم المغازي وسط القطاع. لا تزال جرائم الاحتلال الوحشية تخيم على قطاع غزة،
ففي اليوم 259 من العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع، تواصل آلة الحرب عدوانها بارتكاب المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين وقصف مناطق عدة في القطاع. مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وصوب المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وعدة مناطق شرق مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع. كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس ومحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة جنوب القطاع. كذلك شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة رفح، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غرب المدينة، بينما أصيب عدد من المواطنين في غارات للاحتلال استهدفت منزلين في حي التفاح وشجاعية شرق مدينة غزة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة. في المقابل أعلنت كتائب القسام أنها قامت بإعداد كمين محكم لقوات الاحتلال وتجهيز لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوب القطاع. كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من الكتيبة 46 التابعة للواء 401 بجروح خطيرة. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر، مخلفة نحو 38,000 شهيد ونحو 86,000 مصاب، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الأنقاض. وسيبقى السؤال قائما، إلى متى سيظل المشهد هكذا وسط أيادي مكتوفة لن تستطع إيجاد حلول حقيقية؟ قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة إيناس حمدان إن المساعدات الإنسانية تدخل بكميات قليلة جدا لا تكفي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة. وقد أضافت حمدان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع العراقيل الكثيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، مطالبة بضرورة السماح بتدفق الإمدادات الإغاثية الضرورية لإغاثة المدنيين. وأشارت إلى أن نحو 600,000 طالب قد حرموا من العام الدراسي لهذا العام نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة، مبينة أن 280 مدرسة كانت تديرها الأونروا لم تعد تقدم خدمات تعليمية لأنها تحولت لمراكز إيواء للفلسطينيين. في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتردي الأوضاع الإنسانية هناك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عددا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة، بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض. جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، حيث أوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي. أضاف أنه في الفترة من 7 إلى 14 من يونيو الجاري قام المكتب بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح، ووجد أن الناس يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة، وأشار إلى أن تلك الملاجئ في حاجة ماسة إلى الإصلاح ولا توفر أي حماية من الحرارة الشديدة، كما أن الوصول للمياه منخفض للغاية والناس يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول عليها، ويجبرون للاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي. وذكر المكتب الأممي أن هناك انتشارا مستمرا للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي وانتشار الحشرات والقوارض والثعابين والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي. وأوضح أن قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير.
وشدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على وجوب تسهيل العمليات الإنسانية في غزة بشكل كامل وإزالة جميع العوائق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى استئناف تسليم المساعدات. يمكنني أن أؤكد أن أفراد القيادة المركزية الأمريكية أعادوا إرساء وبناء الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة، وكما كانت الحال في الماضي قدم مهندس الجيش الإسرائيلي كل الدعم اللازم لضمان وضع الرصيف بشكل آمن على الشاطئ. لم تكن هناك قوات أمريكية على الأرض أثناء إعادة بناء الرصيف، واستؤنف نقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، وتم تسليم أكثر من 650 طنا متريا أو ما قيمته 1,400,000 جنيه استرليني إلى ساحة التوزيع في غزة يوم الخميس. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. جاء ذلك خلال لقاء بلينكين بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة وتأمين الإفراج عن جميع المحتجزين. تشهد العلاقة بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو حلقة جديدة من التوتر بعد أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وتيرة تسليم المساعدات العسكرية الأمريكية. وتعم المظاهرات الحاشدة الشارع الإسرائيلي للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة يتحرر بموجبها الرهائن الإسرائيليين. وسط مظاهرات تجتاح الشارع الإسرائيلي لإطلاق سراح الرهائن ومطالبات بحل الحكومة الإسرائيلية اليمينية وتوترات تعصف بعلاقات الكيان الإسرائيلي مع حليفتها الأمريكية، يعيش نتنياهو مأزقا يتسع يوما تلو الآخر. الشارع الإسرائيلي بات على صفيح ساخن مع تصاعد التظاهرات ومطالبة آلاف الإسرائيليين بانتخابات مبكرة وبوقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس. الخلافات بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبنيامين نتنياهو عادت إلى الواجهة بقوة بعدما طالب لابيد باستقالة نتنياهو واصفا الحكومة الإسرائيلية بالمتهورة. وتتصاعد المخاوف من حرب شاملة مع تبادل كل من حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي وتحذير حسن نصر الله من أن أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب. أما أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو لارتكابه بجرائم حرب في غزة لا تزال تنتظر التطبيق ولم تسقط بالتقادم. حلقة جديدة من التوتر تشهدها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وتيرة تسليم المساعدات العسكرية الأمريكية عقب وقف تسليم إسرائيل شحنة من قنابل بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة. أزمات داخلية وخارجية تعصف بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ورغم كل الجرائم الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة إلا أن الفاتورة التي دفعها الكيان المحتل باهظة، أما فاتورة نتنياهو فستقضي على مستقبله السياسي وستظل تلاحقه قضائياً. أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط. وشددت الخارجية الأرمينية على أن الوضع حرج في غزة، وأكدت في الوقت نفسه احترامها للقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، مشيرة إلى أنها ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا من عدة محافظات في الضفة الغربية بينهم أطفال. وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى أكثر من 9300، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتجزوا كرهائن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أمس استشهاد الطفل نعيم عبد الله سمحة 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقلية بالضفة الغربية. أصيب سمحة برصاصة في الصدر ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته متأثرا بإصابته. بات الإعدام الميداني الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من الانتهاكات شبه اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا بالرصاص في مدينة قلقلية وفي مخيم قدورة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، كما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الجرحى. نادي الأسير الفلسطيني بدوره أحصى اعتقال الاحتلال، ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة أكثر من 9300 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف من المواطنين في غزة والتي رافقها جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وتيرة عمليات الاقتحام والقتل والاعتقال تصاعدت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وخلال هذه الفترة استشهد نحو 547 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وحدها، إما برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين. ممارسات الاحتلال، أو بمعنى أحرى جرائم الاحتلال، أكدتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها، وحذرت من أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يتدهور بشكل كبير، وقالت إن عمليات القتل الإسرائيلية بالضفة الغربية تثير مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية. قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله. ومن جانبه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع أمس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة، والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارهم. مع تنامي المخاوف من نشوب حرب واسعة في المنطقة، قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله اللبناني. ونقلت تقارير أمريكية عن هؤلاء المسؤولين أن تداعيات حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة، وقالوا إن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها من تعرض منظومة القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله. وأشار المسؤولون إلى أن احتمال تجسيد هذا السيناريو تتزايد في ظل تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة. من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن قد أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة، وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارهم. وبشأن الجولة الأخيرة لبلينكن في المنطقة مطلع الشهر الجاري، ذكر المسؤولون الأمريكيون أن بلينكن أخبر نظرائه العرب أن إسرائيل تبدو عازمة على التوغل في لبنان.
يشار إلى أن تهديدات إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان قد تصاعدت مؤخرا، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الشهر إن الجيش جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر، متعهدا في الوقت ذاته بإعادة الأمن للحدود الشمالية لإسرائيل. كما توعد وزير الخارجية إسرائيل كاتس بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع حرب شاملة. وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء موافقته على خطط عملياته لتنفيذ هجوم في لبنان. في المقابل قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له إن احتمال الانزلاق إلى حرب كبرى وارد في أي لحظة، رغم أن الحزب لا يريد حربا شاملة، مؤكدا أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف، ولن يكون هناك مكان في إسرائيل بمنأى عن صواريخ حزب الله. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشرتنا. السيدات والسادة، نشرة الظهيرة عرضنا لها من النيل الأخبار في أمان الله.